شايفكم يا بستوي على فكرة في التعليقات صباح الخير في قوي جدا عارف ان البثوث قلت جدا 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 ولكن ده بسبب ان احنا بنحاول نعمل النقلة ما بين تويتش ويوتيوب وبحاول اعمل لكم حاجة نظيفة وصلنا سو مية او, أو ده وصلنا مية وسبعين الف مشترك على يوتيوب ودي حاجة تسعدني جدا النهاردة ستريمنا وبثنا خفيف جدا 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 هوريكم وشي الجميل النهارده زي ما انتم شايفين انا لسه صاحي وطلعت في دماغي ان انا اعمل حاجه برودكتف حاجه كويسه حاجه جميله انا شكل شعري زي الزفت الصراحه لازم البس حاجه استنوا لحظه واحده لازم البس حاجه في شعري <applause> 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 هات يا ابني اي حاجه البسها يا ابني اي حاجه والله اي حاجه كانت الجرف اها اها الواحد لازم يطلع شكله نظيف شويه يعني في الاستريم بتاعه برضه مش اسلوب كده لحظه واحده لحظه واحده لحظه واحده لحظه واحده هنكمل هنكمل الصوت الحنين الرقيق ده استنوا 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 بجهز لكم نفسي استنوا 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 استنى. استنى صوتك نوم لا 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 ده صوت انا بعمله ده صوت انا بعمله انا صاحي ما تقلقش صاحي وفايق يا باشا انا بصحى من الفجر اوكي انا ما أعرف شكله هيبقى عامل ازاي بس يلا بينا يا مسهل. ايو what وات اب ام ولكم تو ذا ستريم، today we're gonna play a beautiful game, a really a really fun game. Um, today we're gonna play uh... لا هو الفكرة النهاردة مش اللعبة، الفكرة النهاردة في اللي احنا هنعمله بس اللعبة موجودة برضو تحت في ال في ال في اسمه ايه؟ في البانل بص انا هحط لينك اللعبه حد من المودريتورز في مودريتور هنا؟ في مودريتور هنا؟ الو مودريتور الو مودريتور في مودريتور؟ في مودريتور ولا <applause> في في مودريتور ولا لا؟ ما فيش مودريتورز؟ كم اون مان اي حد معاه فك؟ اقسم بالله مودريتورز متخاذلين متخاذلين انا هحط لكم لينك اللعبه يا جماعه. دي اللعبه اللي انا لعب النهارده، لعبه اسمها او ماي بول تمام؟ ااا آه أو ماي بول دي لعبة على الأندرويد تمام؟ uh, اللي عملوها قالوا لي هاي hey, لو عملتها هنديك uh, مبلغ uh, مبلغ غبي قوي والله العظيم مبلغ ما يشتريش حاجة بس أنا الفكرة مش مش المبلغ يعني uh, أنا كنت عايز أجرب النوع ده من الكامبينز أو النوع ده من الإعلانات بس مش ده اللي مخليني ألعب اللعبة اللي مخليني ألعب اللعبة إن أنا عايز أجرب حاجة بقى أنا اشتريت قطعة مش <applause> عارف يتقال عليها قطعة ولا لا بس حاجة تشغل ألعاب الأندرويد من الموبايل مباشرة تمام؟ عايز أجرب الحوار ده معاكم واشوف هل انتو شايفينه كويس ولا لا لان في ناس اه لعبه مجانيه لعبه مجانيه سيبك من اللعبه دلوقتي انا دلوقتي انا بس بقولهم كده عشان تبقى نيتي صافيه ان انا على فكره برضو في فلوس جايه من الموضوع بس أنا مش فلوس كتير بس برضو عشان المصداقيه والانستي اللي ما بينا انتوا عارفين ما بحوش عليكم في حاجه بس آه الفكره ان انا عايز اجرب ايوه زي ما كريم قال من غير ميليتر وكده عايز اجرب العب لعبه بالموبايل على طول ماشي عشان لو كده ممكن في المستقبل اشتري موبايل هو هو ليه بقول كده ركزوا معايا ممكن في المستقبل اشتري موبايل معفن ماشي عشان العب عليه الجيمز لان في لعب كتيره قوي معفنه على الاندرويد وانا عايز اعمل سلسله على القناه عباره عن مزبله الاندرويد لان الاندرويد في لعب انت ممكن تلعب جي تي اي بسبونج بوب وحاجات كده ااا آه حاجه زي الجاتو بس التليفون لا هو انا لسه بستخدم الجاتو بس بستخدم قطعه كده ما تيجوا نشوف ما تيجوا نشوف ما تيجوا نشوف والله بصوا يا جماعه من الاخر المفروض انتوا كده, كده شايفين الموبايل بتاعي فهل هل كل حاجه شغاله تمام؟ هل انتم شايفين كل حاجه شغاله تمام؟ كده؟ يعني هل هل انتم شايفين ان كل حاجه شغاله كويس ولا لا؟ I need to know محتاج اعرف والله. تمام؟ اه تمام 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 بجد؟ طيب طيب بيرفكت 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 طب تعالوا نلعب اللعبه شويه؟ ماشي؟ ونقعد ندردش واحنا بنلعبها كده، استنوا كده لحظه واحده. ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي. اسم اللعبة دي اسم الجيم الجميلة دي او ماي بول ماشي طبعا زي ما قلت لكم هي اعلان وكده بس يعني الفكرة انا ما كنتش العبها لكم لما كانتش هي, هي هي فعلا فعلا لعبة حلوة ماشي لعبة متخلفة وجميلة وانا بقالي شوية في المرحلة العشرة دي تمام <تصفح> وهتجنن ليه بقى؟ المفروض ايه في حاجة على الموبايل المفروض المفروض انك معاك كورة بتحاول توصلها للحتة اللي لونها اخضر اللي على اليمين دي اللي على الـ... ايوه شايفينها اللي هي ينفع من زوم ما ينفعش الحته اللي على اليمين خالص دي تمام فالمفروض ان انا بحاول اوصل الكره من الشمال خالص لليمين كل ما بتستخدم ايدك اكتر عشان تحرك الكره تمام كل ما النجوم بتاعتك بتقل يعني انا دلوقتي لو وصلتها في مره واحده بس النجوم بتبقى ايه تلاتة فانا لو عملت كده ماشي شايفين الكره بتروح انا عايز اوصلها هناك انا دلوقتي هتجنن ازاي اوصلها لهناك في مره واحده بس ما اعرفش لو حد عنده اقتراحات يعني هي الكره بتبدا هنا ماشي الكره بتبدا في الحته دي في البلوك التاني من على الشمال تمام ازاي اوصلها بقى لغايه الاخر خالص فيديو النهارده هيكون ابوس ايدك اخر حمله وهينزل في ميعاده ما تقلقش يعني انا اعمل ايه انا جربت اعمل كده اوبا شايفين اه طب استنى هجربها تاني هجربها تاني تقريبا عايز اخبطها في السقف ما المشكله في ال... المشكلة في الرامب ده المشكلة استخدم قوة الابتداء لا بقول لك ايه الدراسة اتلغت ومش عايز افكر دلوقتي في فيزياء ايه فيزياء دي اضربها في الحيطه اللي على الشمال تفتكر يا ولا تحريات كلب ولا لا استنى استنى والله والله يجي منها استنى يا ولا استنى يا ولا والله ماشي ماشي شكلها تحريات كلب يا ولا استنى استنى, استنى. مين اللي قال كده؟ اعملوا له بلوك <applause> مين اللي قال كده والله؟ انا هيجي لي صداع من اللي انا في راسي ده انا هقلع الكاب استنوا استنى, استنى هقلع الكاب استنى اضربها في السقف هنجرب نضربها في السقف دلوقتي استنى استنى ريتراي اوكي okay. بس ايه رايكم طيب؟ سيبكم من كل حاجه ال ال الموبايل شغال كويس شايفينه كويس؟ انا بقى ليه عايز اجيب موبايل تاني استنى والله اقول لكم في الكاميرا بتاعتي استنى او لا واحنا بنلعب اللي مخليني عايز اجيب آه... عايز اجيب موبايل تاني ان انا عايز اجيب موبايل ما فيهوش اي حساب شخصي ليا اولا عشان وانا بعمل الاستيم ما تطلعش حاجه انتوا المفروض ما تشوفهاش لان كل حاجه في الموبايل حرفيا يعني لو عملت كده بصوا انتوا شايفين كل حاجه بتاعتي ماشي فطبعا مش عايز الكلام ده يظهر عندكم يعني مش عايزكم تشوفوا حاجه مش مش المفروض اطلعها بس غير كده كمان انا عايز اجيب موبايل لو اتعمل له هيك عادي ايوه استنوا كده يا جماعه شكلنا هنخلص المرحله دي نجمتين وبعد كده نبقى نشوف هنعمل في حياتنا او لحظه 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 تقريبا عرفت يا اخوانا تقريبا عرفت استنوا استنوا كده ماشي اضعف شويه استنوا كده كده اضعف كمان استنوا استنوا والله والله تيجي منها استنوا كده مثلا انتوا عارفين بحاول اعمل ايه صح؟ عايز اخبطها تروح خابطه في سن اللي على الشمال وتروح بيو... رايحه على طول باسورد الواي فاي ابو البساتيت والله العظيم باسورد الواي فاي بتاعه ببسديد اصل مين هيعرفني اصلا هنا في مش ماشي نجرب تاني نجرب تاني نعمل كده ايوه ياه خلاص 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 مش مشكله مش مشكله تعالوا خلاص مع حادي عادي انا بقول كده وانا بحاول برضه تعالوا خلاص مع حادي كده عادي ياه. تيجي منها صح تيجي منها الحته اللي انا عملتها دي ولا لا تفتكروا تفتكروا افتكر اه افتكر 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 استنوا 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 تيجي منها والله ماشي استنى شمال سيكا كده 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 صح ايوه يو كوبي رايت ايه ده الواي فاي شغال الله اكبر عليا ماشي في واحد شرير انا ما بتروش كوبي رايت سترايك بس عشان نبقى واضحين واحد خد فيديوهاتي كلها حطها في قناته وسماها بيستي فرحت بعت له انذار قلت له بص خلال سبعة ايام تمسح تمسح كل حاجه انا برنس انا برنس انا برنس والله اهو عملتها اهو بص تلات نجوم اوكي محل بعدها ايه القرف ده ايه الصعب في كده يعني مش فاهم خلاص خلصت المحل زي ما حادي ما حاح 11 مش فاهم اللي بعده يا عم كنت اقول ايه كنت بقول ايه يا جماعه فكروني اني عشان ايه مش فايق لكم دلوقتي خالص يا اختي طيب آه مين بيقول ايه لاف يو مان لاف يو تو لاف يو تو كنت هقول ايه كنت هقول ايه على فكره المفروض ان انا النهارده اجازه وامبارح اجازه يعني انا عملت فيديوهات امبارح والنهارده بدري 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 عشان كنت عايز اخد اجازه يومين بعمل ايه بقى في الاجازه اليومين دي بعمل امبارح اتفرجت على فيلم حاسس سبعة بقول لكم انا ضحكت ضحك الواد اللي سال الفيديوهات لا خلاص انا بعت له انذار قلت له خلاص سبعة ايام مساحة يا يجيلك يجي لك كوبي رايت سترايك آه... واعتقد ده حق يعني اتفرجت آه... على فيلم حاسس سبعة تمام وعايز النهارده اتفرج على 55 اسعاف بس الفكره ان انا كمان بلعب آه... اسمها ايه؟ بلعب هاف لايف اليكس. اللعبه دي فظيعه يا جماعه لعبه في ار فظيعه بجد والله العظيم فظيعه. آه ما رضيتش العبها على القناه الصراحه عشان في ناس كتير هتسالني القصه ايه وكده فقلت آه انا قلت على القناه ولا رمضان؟ عشان بس عايز اقول لكم حاجه يعني مش عايز انسى. فانا بفكر ان لو خلصتها وفي فرصه نلعبها في رمضان الجاي في ستريمات نبقى نلعبها ان شاء الله يعني. ااا آه فهنشوف من احسن الحاجات اللي فرحتني وصلت 170000 تاني حاجه رجوعك للاستريمات على يوتيوب قريب وشكرا ليك من عينيا طبعا قريب قوي ان شاء الله هنرجع نعمل استريمات في يوتيوب هتبقى فشيخه ان شاء الله ان شاء الله واعمل منكم فلوس بقى وكده <applause> انا قلت ده بصوت عالي ولا لا؟ لا, لا لا هي الفكره بس ان انا فعلا زهقت من من ان انا بعمل استريمات ما حدش عارف يتفرج عليها فعايز ارجع تاني بس انا زي ما قلت قبل كده ورايا كام شغله كده في في تويتش عايز اخلصهم يعني ناس متفق معاهم على كامبينز وكده ف فعايز اخلص الحاجات دي الاول عشان افضل بروفيشنال يعني وكده وبعدين نبدا ايه نحول اليوتيوب وبتاع ان شاء الله فهدلعكم هدلعكم هدلعكم رمضان الجاي هيبقى دلع والله العظيم روحي مين بقى يعني كده آه ماشي ااا يعني هنشوف است... هنشوف ستريمز سون هنشوف ستريمز يوميا ان شاء الله وبجدول يعني هيبقى يعني في ميعاد وكده ان شاء الله ان شاء الله انا خلاص بقيت بنتظم في كل حاجه كل يوم بينزل فيديو وان شاء الله قريب كمان هيبقى فيه ايوه استنى جدعان عندي حلوه دي فكره حلوه صح اللي انا عملتها دي هيبقى كل يوم في فيديو وكل يوم في ستريم ان شاء الله والاستريمات هيبقى ليها طبع خاص عن الفيديوهات وكلام يعني هنحاول ننوع هنحاول نعمل كل حاجه ان شاء الله نيكست ايه ده لحظه واحده خلينا نسال الاسئله المهمه ايه اللي بيحصل ده يعني انا لازم انط على دي وبعدين على دي صح بثوث امتى بس دلوقتي يا جماعه ما حدش يستنى مني بثوث دلوقتي البثوث كلها عشوائيه ليه عشان انا بس مهتم اكتر بالقناه يعني بحاول ان انا اظبط القناه اكتر من اي حاجه الاول كفيديوهات وبعدين نبدا نفكر في البثوث بقى ان شاء الله لا وبحاول دلوقتي اجيب لكم ضيوف انتم ما شفتهمش مش قبل كده يعني يعني ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بس تظبط على تظبط بس كده وتبقى حلوه بحاول اسجل لكم فيديو مع ثلاثه يوتيوبر سعوديين مش هقول اسمهم دلوقتي بس اكيد بتحبوهم يعني يعني مش عايز بس ان انا ابقى اصور مع ناس من مصر لا عايز اصور مع ناس من كل حته عايز اعمل لكم حاجات كتيره الاعتماد الاول على في القناه هيكون على ان احنا نعتمد على نفسنا اللي هو نعمل فيديوهات لينا احنا ولكن آه ان شاء الله ان شاء الله كمان هنعمل فيديوهات مع ناس يعني مختلفه كتير يعني هو انا ليه مش عارف اعمل الحته دي يعني في ناس كتير عارفين ان انا ريل فراس صاحبي فشخ انا وريل فراس يعني اخوات فشخ فهتشوفوا فراس اكيد معايا في القناه اكيد 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 استنى بس كده حلوه ولا لا حلوه دي ولا لا حلوه دي ولا لا زي بندريتا بندريتا مشغول قوي دايما عشان كده انا هو ما بنحاولش نشغل... نشغل مع بعض حاجه او نسجل مع بعض حاجه او نعمل مع بعض حاجه اوسمز أوسمز من الناس اللي هموت واسجل معاهم طبعا أه بتكلم معاه في الموضوع اوبلز عايز اسجل معاه ابو عابد عايز اسجل معاه ده غير بقى طبعا الشباب المصري الجميل يعني يعني عايز اسجل مع جامايكا ومروان وعبقر آه. اونو نزل فيها تحديث جديد عايزين نجربه فان شاء الله تتوقع الموضوع ده كويس قريب بس كده يا جماعه ريتشنج هاير بلاتفورم از possible اس ذا بول كان بي ستيل شوت ان ميد اير ايه ده؟ يعني ممكن اعمل كده؟ وبعدين كده ايه ده, ده انا بدأ بدأوا, بدأوا يسمحوا لي يا جماعه لحظه واحده لحظه واحده ركزوا بس بدأوا يسمحوا لي ان انا اضرب الكوره وهي في الهواء ماشي عندك باب جي لا ما بلعبش بوب جي انا آه وبدأوا يخلوني اخد تلات نجوم لو خبطت مرتين يعني مش لازم مرة واحدة بقى خلاص بس دي صعبة دي على فكرة دي صعبة قوي دي على فكرة صعبة قوي قوي يعني بص احنا نعملها لفوق مستقيم وبعدين نعمل ايه كده تيجي منها تيجي منها تيجي منها الفكره بس ان هي ما تعملش باونس لبره ايوه هتطلع بره برضو مش سهله دي خالص هو تصدقوا ان مع اللعبه والله طب ايه رايكم لغايه دلوقتي هل الدنيا شغاله سمود هل شايفين الموبايل شغال كويس وكده هتلعب مع اسماعيل قريب لا انا واسماعيل ما بنتكلمش مع بعض خلاص انا واسماعيل ما مع بعض خالص 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 العب مع صبري بس انا وصبري برضو مش صحاب يعني أنا وصبري مش صحاب خالص أنا بقى بسجل مع الناس اللي احنا صحاب مع بعض صبري يوتيوبر شاطر قوي والله وكل حاجة وانبسطت جدا إن قناته رجعت بس أنا وهو وهو عارف كده كويس كمان يعني هو قال لكم نفس الكلام أنا وهو زملاء يوتيوب وكل حاجة بس ما ينفعش نسجل مع بعض خالص بصوا هي دي تتجاب بند هي دي بطريقة ما استنوا بقى خلينا بقى انك كفاية كفاية خلاص كفاية أسئلة كفاية أسئلة على الحاجات دي ماشي انت كنت في باث اوسمز ايوه اوسمز صاحبي وحبيبي خلينا بس نركز بس في حاجه احنا دلوقتي عايزين نوصل الكره دي لفوق على الشمال بضربه واحده بس انت بجد ما عدتش تتكلم مع اسماعيل ايوه يا ابني ولا انا ولا هو نتكلم بعض خلاص عادي يا جماعه اتنين كانوا يعرفوا بعض وقطعوا مع بعض عادي دي حاجه ما تخصش حد ملاش علاقه بيوتيوب يعني فاحنا مش هن... مش بنعرف بعض خلاص على فكره انا عملت حاجه استنوا كده يعني اتمنى لاسماعيل كل التوفيق في كل حاجه بس احنا خلاص ما نعرفش بعض استنى بقى عشان دلوقتي بجرب حاجه حاجه مصري قوي انتوا فاهمين انا بحاول اعمل ايه صح استنى 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 اخبطها دياجونال طول ما انت بتكلمني كلام حرام كده مش هرد عليك استنى بس استنى بس يا شباب بحاول اعمل حركه صايعه قوي والله ايوه هي دي اوف مش هتيجي مش هتيجي مش هتيجي مش هتيجي. هي هتيجي كده هي بتيجي كده بصوا تيجي لازم تخبط هنا كده وبعدين تيجي كده بصوا اهي هي, هي دي هي دي هي دي هي دي لحظه هادي والله يا بيستي دي حاجه بقى ما تخصش حد انا وهو ما بقيناش صحاب ليه دي حاجه ما تخصش حد يعني دي حاجه شخصيه ما بيني وبينه فالمفروض ما حدش يسال فيها فاهمني ايوه بس اي اتنين بيقطعوا في التاريخ طالما انت مش تعرفهمش شخصيا مفهوم ما تسالش ماشي ليه؟ المفروض ما تسالش ليه؟ انت ليك انك تتفرج على فيديوهاتي وفيديوهاتي بس طالما انا قلت حاجه شخصيه عارف لو كنت قلت لك حاجه ليها علاقه بقناه وكده كان اوكي كان ممكن اقولك لك بس طالما حاجه شخصيه ما ينفعش اقول لك فاهمني؟ يعني حاجه شخصيه ما بيني وما بينه خلاص ما حدش ليه دعوه حتى اصحابنا لو احنا مش عايزين نقول لهم يبقى مالهمش دعوه هو ايه اللي حصل ده؟ ايوه لحظه إيه؟ كده عملتها اي دي المفروض تتعمل مره واحده يا جماعه سهله دي بس يا بس يا طلع مع فريسكي والله يا ودي بس المشكله ان انا اصلا يا جماعه انا انا بتشغل بالسرعة قوي والله انتوا مش فاهمين انا انا قد ايه دلوقتي حاطط مجهود في القناه والله العظيم انتوا مش متخيلين فعلا 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 انا قد ايه حاطط مجهود في القناه دي دلوقتي انا حاطط يعني حاطط وقت كتير وحاطط يعني تعب كتير انتوا مش متخيلين فعلا والله العظيم اليومين اللي فاتوا دول انا عملت ايه؟ متى ترجع للفي ار؟ انتوا عايزين نرجع للفي ار بجد؟ انا بدات العب في ار كل يوم على فكره عشان بلعب اللي هي لعبه آآآ آه آه اسمها ايه؟ هاف لايف اليكس دي مشكلة ان انا خايف ان انا ابدا اعمل فيديوهات في ار واحس الناس مش عايزاها لان فيديوهات الفي ار برضو فيها فيها تعب ايه مونتي هاشتاج <شكرك> بنت الفشيخ في الشات يا لهوي انا بقالي كتير قوي 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 قوي, قوي ما شفت بتاعت الدونيشنز دي <تصحيح> <مونت> حبيبي يا بنت حبيبي فاست تراي هاد ا باد شوت وانت تو ري تراي كويكلي يوز تو فينجرز سيمالتينيسلي تو كانسل يور كارنت ايم يوز ثري فينجرز تو ريستارت ذا ليفل لحظه كده اوكي اوكي طب والله حلوه الفكره دي ما آه مفيش رعب في آه في رمضان يا مونتي بتتكلم في ايه؟ رمضان هيكون حدوته السحور يا مونتي وهحاول اخليها على يوتيوب مجهز لكم لعبة اقسم بالله بقول لك ايه واحد عامل سبسكرايب طب هاشتاج منزل آه. الفشيخ برضه عشان السبسكرايب آه. <applause> <applause> صح؟ اسم اللعبه اسم اللعبه او ماي بول هحط لك اللينك بتاعها كان في مودريتور في الشات صح؟ آه مود لو سمحت انا حطيت لينك اللعبه اهو لو سمحت يا آه مود اي حد يطلب آه كان موسى تقريبا موسى انت هنا؟ اي حد يطلب لينك اللعبه ادي له اللينك ده اه بالمناسبه بس عشان ابقى واضح برضو الناس بس تفهم انا بجرب ايه دي يا جماعه البتاعه اللي انا اشتريتها انا جبتها من السراج مول ب 200 جنيه دي المفروض بتشغل الموبايل 4K 4K ماشي فده شكلها عشان بس لو حد عايز يشتريها مش عارف هو كده باين ده شكلها ماشي اسمها بالميرا اورفنج موتني في لعبة بريمير اورفنج اه في لعب في لعب رعب والله جاهزه والله في لعب رعب جاهزه بس الفكره بس ان انا مش عايز اضيعها على تويتش فاهمين قصدي ايه؟ عايزين لما نرجع لليوتيوب نعملها ان شاء الله. بتاع ده اسمه يو اس بي سي ما مالوش ماركه يو اس بي سي تو اتش دي ام اي كيبل موبايل فون تو اتش دي تي في ماشي؟ بس ده المفروض ان هو 4 كي هتلاقيه في تكنولوجي مول عارفين لما تطلعوا الدور الاول في تكنولوجي مول في اول ما تطلع بالسلم الكهرباء في في وشك كده محل محل كده بتاع اسمه بتاع اسمه النور تقريبا تقريبا اسمه النور اسلام علاء يا نهار ابيض يا نهار ابيض ويلكم تو ذا ستريم يا اسلام آه فده هتلاقوا فيه البتاعه دي ما تجيبوهاش باكتر من 200 جنيه بجد استنى بقى اربع ضربات انتوا شايفين المرحله عامله ازاي يا جماعه ايه الهبل ده ايه الهبل ده والله عارف ان في ناس شايفه ان 200 جنيه دي حاجه غاليه بس لو انت ستريمر وفعلا فعلا فعلا بتعمل ستريمات للعب كتير لا انا انصحك ان انت تجيب حاجه زي دي فعلا ايوه اي غلطت غلطه كبيره اوكي استنى بقى تاني يا جماعه ايوه هي دي هي دي هي دي اوكي هي دي هنسيبها هنسيبها تكمل الاخر هتشوف توصل لايه وانت يا سلام علاء والله العظيم والله وحشني جدا عامل ايه يا واد تصاعد الصعوبه في اللعبه مش مظبوط بالعكس انا شايفها حاجه حلوه والله طيب خلينا نشوف احنا فين بص هو احنا عايزين نجيبها في اربع ضربات احنا لغايه دلوقتي عملنا واحده بس لا عملنا اثنين عملنا اثنين ازاي اروح هناك بص احنا هنعمل الاول كده وبعدين نعمل كده ايه ده بيستي باوز اللعبه خيو خيو بيستي باوز اللعبه خيو خيو <applause> اجيب لك يا بيستي بارخص من 200 جنيه يا عم هي مش فارقه معايا السعر مش مشكله يعني فداكوا يا عم 200 جنيه يا عم <applause> اهم حاجه نعمل حاجات جديده مع بعض دي اهم حاجه عندي اصل في لاعب بتستخدم الموبايل انا لازم احركه واهزه ومش عارف ايه فاهمني فدي حاجات الايميليتر ما بيعملهاش كويس فانا عايز اجيب الحاجات عايز اعمل كل حاجه تتعمل بالموبايل من الاخر بس تلعب فورتنايت بص انا مش بلعب فورتنايت ولكن عندي كرييتر كود سمعت ان هو بيخليك تكسب على طول اللي هو بايستي فحاول تستخدمه كده وقول لي ايه رايك بصوا يا جماعه انا هعمل المرحله دي اي كلام كده عشان عايز اشوف المرحله اللي بعدها تبقى عامله ازاي الصراحه يعني ايه ده كنت عاملها طريقه حلوه قوي ده انا اليوم مش هاخد نجمه انا خدت نجمه واحده بس عشان عشان الله واحد يا جماعه احنا هنكفر واحد نجيب نجمه واحده اوكي ايه ده بقى <applause> ايه ده والله مين اللي كان بيقول اللعبه تصاعد الصعوبه فيها مش طبيعي هو فعلا عنده حق اه لا تصدق بقى المرحله دي مش صعبه هي إيه دي مرحلة حظ على فكرة. دي مرحلة حظ استنى أنا عملتها. هي مرحلة حظ دي مرحلة حظ. لماذا السمك يعيش في الماء؟ سؤال صعب. إيه ده؟ العبط ده؟ إيه اللي حصن ده؟ بستخدم الكوب بتاعك وبخسر عادي يا عم ما حدش بيستخدم الكوب بتاعي والله. تقريبا أنا أقل يوتيوبر عمل فلوس من من الكريتر كود ده. بس هو طريقة حلوة لدعمي الصراحة. استنوا بس يا جماعه عشان دلوقتي احنا يا اما حظنا تعيز يا اما حظنا حلو سنة. ايوه ما تخبطش في حاجه بقى ايوه ايوه مشكلتي انا عمال في ايه الو تخضيت والله في ايه ليه ما بتلعبش Dead ديد عشان مش عايز تلعب بص بص يا محمد يا محمود يا جماعه اي حد عنده سؤال لماذا لا تلعب لعبه كذا الاجابه دايما 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 بنسبه 110% الاجابه بتكون لانني لا اريد ان العب العب لانني لا اريد ان العب هذه اللعبه بس حبيبي اللي بيستخدم الكود والله بس يا جماعه والله ليه ما بتلعبش لعبه كذا عشان انا مش عايز العب لعبه كذا انا بلعب اللعبه اللي في دماغي ليه بقى؟ لان لما بلعب اللعبه اللي ليا مزاج العبها بعمل لكم فيديو رهيب لو لعبت لعبه لمجرد ان انا مجبر العبها هعمل لكم فيديو مش هيعجبكم خالص خالص الكلام ده هتحسوا بيه امتى؟ لو تشوفوا الفيديوهات بتاعت استرونير اللي انا وقفت اعملها هتلاقوني في الفيديوهات اللي في الاخيره تحس ان انا بعمل الحلقه لان انا متوجه على سلاح مش لان انا عايز العبها فاهمين بس فعشان كده عشان كده بعمل لكم حاجات للاسف بدي خلصت لا بدي المطورين كلموني يا قالوا لي شفنا مش المطورين بس لا البيج ال 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 بوز بتاع المطورين كلمني قال لي آه احنا عارفين المشاكل اللي عندك شفناها كلها وحبينا فيديوهاتك وكده وهنصلح كل المشاكل وهنقول لك اول ما نصلحها فان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله, إن شاء الله يصلحوها اول ما يصلحوها هعمل لكم فيديوهات تاني ان شاء الله لان اللعبه حلوه انا حبيت اللعبه الصراحه وحبيت تختك والله يعني بتبسط لما اشوفه كده طيب يا يعني دي المفروض تتعمل بمره واحده ازاي تتعمل بمره واحده هو انتوا ملاحظين أنا اتسحلت في اللعبه اللي انا كنت بقول لكم في الاول يا جماعه أوه. ايوه والله برنس والله برنس ايه ده ايه ده ماشي 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 اللي بعده نعمل ايه يا جماعه المفروض من مرتين مرتين ازاي بقى استنى يا جماعة استنى يا جماعة استنى يا جماعة ايوه عملتها صح تقريبا عملتها مرتين ايوه عملتها والله برنس يا جماعة ايه ده يا جماعة ايه الحلقة والشطارة دي هاشتاج بيست الفشيخ في الشات بقى شوية ندلع فيا انا هاشتاج بيست الفشيخ وتخش جيف اوي على خمس بوسات ايه اللي حصل ده طب كده مثلا لا هو انا المرحله دي قد دي ايه؟ ازاي نعملها في ثلاث مرات دي يا جماعه؟ بس انت ليه بندر مديك تكون قمر؟ بندر ده حبيبي يا جدعان والله، الولد ده انا بحبه كده. لله في اللي. من الناس من الناس القليله قوي اللي تعاملي معاها مش كيوتيوبرز خالص خالص. هو وريال فراس. ولا واحد عامل سبسكرايب. كريم. مولوتوف. <applause> <applause> هاشتاج <applause> مول الفشيخ في الشات ايه يا واد يا مول يا ولد يا ولد ازيك يا واد عامل ايه يا واد تعالى تعالى تعال نلعب لعبه اندرويد بنحاول نستكشف ازاي نلعب بالموبايل مباشره بقول طيب لك ايه واحد طيب البتاعه دي هتتكرر كتير فانا بس هقفلها وافتحها تاني تعالى بسرعه اهو عامل ايه يا واد يا مولوتوب يا واد هو فين الليدز تمام يا ناس ماشي هاشتاج مولو الفشيخ في الشات يا جدعان مونوتوف عمل خمسه جفت اتصاب وهو اصلا مش سبسكرايب مونوتوف ما تعملش سبسكرايب ما تعملش سبسكرايب هقول لك ليه دلوقتي استنى آه مولو انا هنقل قريب قوي اليوتيوب ايه ده؟ مولو كيف ايه اوكي مولوتوف <applause> عمل سبسكرايب بجد والله ايوه والله انا هكمل الشهر ده هكمل الشهر ده بس آه هنقل اليوتيوب صح بسبب المشاكل <applause> اللي في السيرفرات دي لو تفتكر كنت كاتب تويت وكنت بتكلم في الموضوع ده انا الصراحه شايف ان الاستريمات بتبوظ يعني انا ببقى عامل الاستريم وفي ناس مش عارفه تتفرج عليا فخلاص قررت ان انا هنقل لغايه بقى ما هم يصلحوا بقى الموضوع بقى ولا يهببوا اي هبابه هنقل وربنا يسهل بقى يا جماعه هو انا عملتها ولا ايه طبعا لا طبعا لا طبعا لازم ابوظ الدنيا خلاص بقى نعمل كده وخلاص ماشي تلات نجوم احسن نجمه واحده احسن من لا شيء اوكي الحمد لله جبت نجمه جبت نجمه جبت نجمه جبت نجمه ست شهور ايه؟ ايه؟ ست شهور ايه؟ انا قلت ست شهور؟ يا جماعه ما حدش يركز معايا دلوقتي تمام؟ حدش يركز معايا دلوقتي <تصفيق> <تصفيق> لا لا هو هو بس الفكره بس يا جماعه ان انا يعني عارف انكم مش عارفين تتفرجوا يعني في الاول لما كان ممكن تتفرجوا هو ايه العشوائيه اللي حصلت دي؟ هتوحشنا في تويتش والله لا هك... حكا... مش هقف... مش هوقف استريمات في تويتش للابد هعمل استريمات في تويتش للناس بتاع تويتش كل فتره كل ما اقدر. أو ممكن أقول لتويتش خد البارتنر شيب بتاعتي وأعمل السينمات على يوتيوب وتويتش في نفس الوقت، بس أنا عايز المشاهد البسيط يعرف يتفرج، دي أهم حاجة عندي. بس أنا مش عايز حد يدفع فلوس سبسكرايب دلوقتي وبعد كده أنا أختفي فاهمني؟ بحس إنها مسؤولية يعني عليا وحاجة هتسأل عليها قدام ربنا يعني. فين يا جماعة؟ أنا مش عايز أتكلم في الدين والله. بس الصلاة في نص الشغل أريح حاجة في الحياة لما بصلي في نص شغلي كده برتاح يعني لما أكون مثلا بصور فيديو ولا حاجة أو بمنتج فيديو أو حاجة والظهر يقدم وأصلي أنا صراحة عمري ما بكلمكم في الدين ومحدش عارف أصلا أنا بصلي ولا ما بصليش ولا بهبب إيه لدرجة إن جامايكا قبل كده لما قلت له هروح أصلي أنا حتى أصحابي مش بقول لهم هروح أصلي وبتاع لما قلت له هروح أصلي في مرة اتخض أنا فاكر الموضوع تصلي إيه <إيام> يا ابني؟ لا بس بجد يا راحة قوي والله يعني لو في حد هنا في في القناه لسبب ما ما بيصليش وكده في نص مذاكرتك او في نص اي حاجه حاول كده تروح تتوضى وتصلي يعني هتلاقي نفسك بترتاح نفسيا والله هتلاقي نفسك كده هتحس بسلام داخلي كده اوكي ايه الهبل ده بقى اوكي ما خدناش ولا نجمه يا جماعه ترو والله اه والله تحس كده ان الدنيا فريش هو إيه اللي على الارض ده يا عم ايه ايه يا ايه جدعان اللي بيحصل ده؟ تعال نرميها هنا هي مفهوم من مره واحده لا استنوا بقى عشان دي انا عايز اعملها بقى الله اكبر عليا الله اكبر شوف شوف اللي بيصلي بيحصل له ايه؟ شايفين؟ بس كفايه كلام في الدين بقى ما بحبش اتكلم ولا في الدين ولا في السياسه ولا في الحاجات دي طب ايه بقى يعني دي نعمل فيها ايه اعتقد دي لازم نضربها بزاويه كده استنوا كده ايوه يا جماعه يا جماعه يا جماعه يا جماعه السلامة الداخلي هو اللي بيعمل كده ماشي هو انا لسه حالته في اللعبه دي يا جماعه انتوا عارفين انا المفروض ما كنتش اكتر من 10 دقايق والله هو انتوا شايفينها حلوه زي ما انا شايفها حلوه ولا لا يعني انا شايف ان دي اللعبه البرفكت ان الواحد يلعبها في ايه اللي بيحصل ده الو استنى 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 احنا هنسيب الكوره نشوفها توصل لايه؟ ايوه يا عمي بقى استنى يا جدعان ايوه هتخبط وترجع تاني طب سيبوا الموبايل شويه بقى ونتكلم مع بعض وانتوا عاملين ايه؟ اصل هي مش هتقف ولا ايه؟ ايوه مش هتقف والله ايوه استنى كده عدت 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 اوكي اوكي طيب خلينا ندرس المرحلة كده احنا المفروض اذا ده اربع ضربات كمان ايه الهبل ده؟ مش محتاجين اربع ضربات كمان هنعمل كده ونعمل كده اوكي احتاجنا اكيد لا صح وراحت الثلاث نجوم ايه القرف ده والله حبيبي يا تعويذ انا فاكرك من زمان على فكرة حبيبي والله فين بوسات اه اهو يا عم اهو ها ها طب وبعدين وبعدين يا اخواني نعمل كده ده مفهوم من مرتين دي يا جماعه ايه الكلام ده والله بتتكلموا في ايه طب كده مثلا هي هي تيجي منها تيجي منها تيجي منها تيجي... ايوه دي 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 يا استنى, استنى استنى هي دي هي دي هي دي هي دي هي دي كده لا واحدة اعلى واحدة اعلى واحدة اعلى استنى انا مش مصدق ان انا مركز مع اللعبة دي اوي ايوه هي دي والله انت لعبة زفت لعبة كلبة كلبوبة لعبة كلبوبة كلبوبة يا اختي يا اختي اوكي ابوز ايدك اهي يا جماعه من اول محاوله يا جماعه ضربه واحده بس ضربه واحده بس يا عم انت صوت الراديو غالي فاشك ما بالراحه ما هو صوت الراديو سعره كده تم دونيشن رعب امتى عشان اخدك والله يا ابني في لعب رعب كتير بس مش عارف اعملها لكم امتى هو احنا هنقفل اللعبه ولا انا مش فاهم والله ما فاهم ايه ده استنى لا ما حد حوار استنى هو انا ليه حظي كده يا ترقص كده يا جماعه يا جماعه هسيبها يا جماعه كلكليتي يا جماعه اهي قدامكم اهي اهي والله يعني ايه في 267 مشاهد على اللعبه دي يعني ايه بجد؟ انتوا بتعملوا ايه؟ <applause> انا بلعب لعب جامده فشخ ما بتجيبش 10؟ What are you doing؟ What are you doing? What are you doing? What tell me what tell me what؟ ايش الواد شعره جه اهو البتاعة شبه حصر عارفين الحصر اللي هي بقها فيه كلبش كده استنى والله اللي اطلعها لكم استنى اطلعها لكم ازاي؟ اطلعها لكم ازاي يا اخوانا استنو استنوا كده استنوا 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 استنو استنو استنو. 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 شايفيني كده ولا لا ما اعتقدش شايفيني ااا أه... باك وذ كلاام تقريبا أنا ادور كده تقريبا استنوا كده بيتل وذ آه... Uh... اسمها ايه يا جماعه البتاع اللي بتعمل كده دي بالانجليزي كلامبس تقريبا حاجه كده اسمها ايه اسمها ايه والله With long اهي 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 اتمنى بس ما يكونش الناس اللي عندي في الشات بيقرفوا بس استنى خنفسة يا بيستي بس يا اللي قال خنفسة ده يقعد ساكت خالص استنى اد يا جماعة اد 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 ايميج سورس اد اد ايمج سورس اد ولا خليها في اللعبة خليها في اللعبة استنى. ماشي استنى بقى كده بص اهي اهي اها اها شبهها ولا لا بقى ولا دي تحريات كلب برضو اهو البتاع الحته ايه ده الحته دي الحته اللي تحت دي شبهها والله طيب شكرا عارفين لما حد يقول لك السالفه بريال دي كده السالفه بخمسه سغس مصري والله استنى بقى ماشي يا جماعه محسوبه اوكي كنت عايز اكتب محسوب لا مش محسوبة لا استنى يا جماعة دي محسوبة يا جماعة بصوا بصوا هتروح راجعة تروح خابطة تروح نازلة تمام دي محسوبة يا جماعة بصوا هنخبطها كده شايفين اه مش مح... دي محسوبة يا جماعة بصوا شايفين أه. تمام يا جماعة بصوا يا جماعة من أول محاولة خالص ما جربناش مع حد قبل كده دي محسوبة بصوا يا جماعة بصوا دي محسوبة ازاي يا جماعه هتقولوها انت ولا هقولها انا دي محسوبه بصوا استنوا اه بصوا دي محسوبه ازاي يا جماعه دي, دي يا جماعه بص محسوبه ازاي ماشي يا جماعه إخوانا، بص الحسبه دي ها؟ يا جماعه محسوبه يا جماعه يا جماعه محسوبه يا جماعه, يا جماعة من اول مره دي ما شغاله مش بتنام بصوا يا جماعه بص 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 عايزنا اوصلها في مرتين اهو يا سيدي استنى استنى يا كابتن استنى, استنى اهو يا سيدي اهو اها اها في مرتين ثلاث نجوم محسوبه خلاص تتكلموا معايا في ايه؟ ما حدش يتكلم معايا خالص ما اسمعش صوت حد ايه ده؟ بس بقى العظيم ولا ايه؟ مش فاهم دي من مره واحده هختار في النص لان خير الامور ايه تمام ايه ده لحظه كده؟ الو هنختار اللي فوق عشان احنا ايه ناس عاليه قوي اختار اللي تحت عشان ايه احنا ناس متواضعه قوي طب في حاجه معينه ما انا بنا جربت طبعاً يعني طب هنجرب اللي فوق تاني بس هنجربها ايه بكده اي اوكي 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 هي دي هي 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 هيا 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 مش عارف تحس ان انا كنت بغني اغنيه افريقي شويه اوكي مش مش هي ولا ايه مش هي مش هي مش نط هي. من الشباك يا اخويا مش هيب نعمل نعمل كده <تصفيق> <تصفيق> استنى استنى والله عندي فكره والله 200 اي كيو استنى حط نزل اللعبه دي ولا بس اهي هي دي والله كان يجي منها والله كان يجي منها بس اعتقد ان انا لازم اعملها فوق ولا ايه مش فاهم ايه يا عم مهند اللي انت بعته ده اتمسح انت بتعمل ايه بحاول اوصل الكره للاخر بس بضربه واحده بس فبحاول استكشف ايه الطريقه اعتقد ان احنا اقرب مره وصلنا لها لما عملناها لفوق كده اه اوه يعني هي ليها سكسكه ليها حته كده ليه اللي هي سويت سبوت ليه إيه بقى؟ جماعة اللي كده ايه ده بقى؟ يا جماعه اللعبه دي بتفاجئني والله هم كام مرحله؟ ناقصه كده ليفل ليست يا نهار ابيض دول 150 مرحله 150 يا جماعه congratulations you unlocked the challenge mode فتحت التحديات ايه التحديات دي؟ enter player name بيس تي confirm could not connect انا قافل النت مش هفتحه شكرا احنا جبنا في كله ثلاث نجوم ما عدا كام واحده في في شويه ما جبناش فيهم حاجه اصلا تمام انت تحول لعبه ده طيب ايه ده بقى اه فلازم اخبط السويتش مره واحده بس تمام طيب. ما تقول اسمي 190 مبسوط انت كده؟ انت عمالك تايم اوت ممنوع تقولوا اسمي دي عربية دي عربية سيارة سيارة هو انا ليه ضربت كده من غير ما اعرف انا بعمل ايه اصلا؟ انا ما اعرفش ايه ايه الهدف من المرحلة دي ايوه 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 يا جماعة انا فاهم المرحلة وخلصتها بسهولة عشان سهلة مرحلة سهلة المرحله سهله طيب لغايه دلوقتي انتوا شايفين موبايل كويس صح هل حصل اي مشاكل في نص الاستريم هل حاسين ان في مشكله في ان انا العب من الموبايل على طول ولا كله تمام تمام حلو بجد طيب في لعبه بقى استنوا بقى استنوا مبدئيا مبدئيا اعتقد كفايه قوي على اللعبه دي تمام انا كنت هلعب اللعبه دي وخلاص يعني كنت بجرب بس اللعبه وخلاص وهقفل على هنا ولكن ماشي ولكن في لعبه تانية بتطلب مني على طول عايز اجرب العبها اوكي في لعبه تانية بتطلب مني على طول عايز ايه اجرب ايه يا اولاد جرب العبها ماشي فلحظه واحده بس كده اوكي لحظه واحده لحظه واحده لحظه لازم لازم اشغل النت دلوقتي ماشي لازم اشغل النت على الموبايل وأحمل اللعبة اللي دايما بتطلب مني وانا مش فاهم بتطلب مني دي اوكي okay. هنجربها بس هنجربها بس والله تبست اول ما تشوفوها والله تبست فشخ 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 لما تبقى. دي من الالعاب اللي مخلياني عايز اجيب ال 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 البتاع ماشي لحظه بقى زين بس نغير اسم اللعبه في في تويتش اوكي okay. هي بتنزل ايه لحظه بس اول ما تنزل وافتحها اخد لكم ببجي موبايل ايه يا ريت ببجي موبايل في برنامج اسمه بتخليك ايه ده نت نت جو نت جورد ابعتوا لي اكتبوا لي في تويتر يا يا شعر لو سمحت اوكي okay. بسم الله الرحمن الرحيم ابديت انفورميشن جاهزين يا جماعه انا بس اقفل بس النت اما بقى ايه الهبابه دي اما نشوف بجد ايه الهبابه دي ديكلاين يعني ايه ده بقى ايه ده ايه اللي قدامي ده فهموني ميوزك إيه في المزيكا عشان خفت تكون ان هي كوبي رايتد ديفيكولتي اكستريم ايزي براكتس If your game does not run smoothly try to run يا عم كواليتي هاي يا عم انت بتتكلم في ايه كونتينيو اوكي نصايح خليك هادي هي بتسمع كل حاجه خليك عارف ان انت لو وقعت حاجه على الارض بتعمل صوت دوس على الزرار وافضل دايس عليه وبعد كده عشان تشيل الافخاخ اوكي خبى نفسك تحت السرير وفي الخزانات تمام عندك خمس ايام استخدم السماعات عشان تسمع كويس اطلع من هناك انت عندك خمس ايام بس كل اللي محتاج تعمله كل اللي محتاجه في البيت وخليك هادي هي بتسمع كل حاجه وتيتا مجنونه تيتا مجنونه ليه بقى يعني فهموني تيتا مجنونه ليه فهموني انا هجربها بس بعد كده ممكن اعمل لكم فيديو ليها انا عارف انتوا عايزين تشوفوها فممكن اعمل لكم فيديو ليها اوكي اليوم الاول اوكي الستريم اللعبه شغاله تمام عندكم صح؟ طب والله بتاع اللي دي جامده والله العظيم طيب ممكن بقى حد يفهمني ايه ده؟ شت عملت صوت دي صح؟ عملت صوت دي صح؟ انا سامع صوت خطوات رجلي بره ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده ايه ده؟, إيه ده؟

حد كاتبها جوه الدرج بالدم مش فاهم الاصوات دي بس اوكي مفيش حاجه هنا اوكي شكلها جايه شكلها جايه والله استنوا كده والله لا اعمل لكم فيديو ليها والله العظيم هي دي هيطلع منها ضحك كتير فشخ لازم اعمل لكم فيديو ليها فاحنا هنجرب كده دقيقتين كمان وخلاص كده ماشي هي ما جاتش اعتقد ممكن اكسر دي اوكي لا 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 أوه. والله نروح بوسه تيتا تيزا 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 هو يعني مش عايز اقول افهاد دلوقتي عايز اسيب الافهاد بتاعتي ماشي للي اسمه ايه ده والله اليوم التالت او انا بتضرب فبنام يوم تمام اوكي 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 اسمع 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 اعتقد كفايه كده النهارده المفروض يوم اجازتي ماشي ايه يا بت انجي يا إيه بت النهارده المفروض يوم اجازتي الصراحه تمام ف... فانا المفروض اني ما اعملش ستريمات ولا اي حاجه يعني حتى يعني اهلي لو عرفوا اني عملت ستريم هيفشخوني هي فبما ان النهارده يوم اجازتي ومفروض ان انا اقفل على هنا فتعالوا نعمل هوست لحد ماشي كملوا اليوم عنده وانا بقى هروح اشوف يومي انا ماشي بكره ان شاء الله نايت كريتشرز فاستنوها بكره ان شاء الله هيبقى الكوابيس مش عارف ايه وباصوات جديده مش مش نفس حوار مروان وجامايكا لا انا عملت حاجه تانية خالص في واحد منكم قال لي يا بيستي في اصوات مش عندك العنكبوت المفروض يقول حاجه معينه فحققت في الموضوع واكتشفت ازاي يتصلح وكده يبقى اعمل استلمات يا عم والله ما فاضي يا انجي خالص حققت في الموضوع عملت شويه حاجات كده المهم يعني ظبطت لكم الدنيا يعني ففيديو بكره هيضحككم فشخ انا اتفشخت ضحك ماشي المهم اعمل استري... اعمل هوست لمين اعمل هوست لمين تعالى نعمل هوست لمشاعل ماشي مشعل ستريمر كويسه جدا بنت بما ان في بنات كتير في الشات دلوقتي روح اتفرجوا عليها ادعموها وكده هي بتلعب دلوقتي ايه لا هي عامله جاست شاتنج دلوقتي روح دردشها معاها اوكي وخليكم محترمين هناك اشوفكم المره الجايه واه سلام يا